أنا أسامة حسين، مطور ألعاب، اختصاصي في البرمجة، واليوم راح أتكلم معكم عن أونلاين مالتي بلاير جيمز، أو ما يسمى بألعاب متعددة اللاعبين عن طريق الإنترنت. بهذا الفيديو أنا ما راح أتكلم في الأمور التقنية كتير، ما راح أتعمق فيها، راح تكون الأمور سطحية مشان نعطي مجال غير المبرمجين والمهتمين في هذا الموضوع. نعطيكم لمحة عن نفسي، أنا سينيور بروجرامر، يعني كبير مبرمجين في شركة سومو ديجيتال في استوديو شيفيلد. مثل معظم مطورين الألعاب، أنا بديت بطموح أني أعمل ألعاب فيديو، وبديت من الأردن عن طريق أصدقاء لي، وبدينا نشتغل مع بعض في الفيديو جيمز. رحلتي بدأت من هناك، ومريت في شركات كتير، منها المحلي ومنها العالمي، واشتغلت في أكثر من بلد، الأردن، المغرب، وبريطانيا. لحسن الحظ اشتغلت على ألعاب كتير، ما بين ألعاب صغيرة لألعاب كبيرة، على منصات مختلفة مثل البي سي، هاند هيلد، والكونسولز. ومن آخر الأعمال اللي اشتغلت فيها كانت لعبة ساك بوي أبيج أدفنتشر، أو ساك بوي مغامرة فتى، وكنت جزء من فريق الأونلاين اللي كان مسؤول عن دعم تعدد اللاعبين واللعب عن طريق الإنترنت. خلينا ندخل هلأ في الموضوع. خلينا أحكي لكم قصة. قصة سمير، هو مطور ألعاب هاوي، عمل لعبة اسمها حرب الدبابات. اللعبة بكل بساطة عبارة عن حرب بين دبابتين. اللاعب يقدر يختار واحدة من الدبابتين. الدبابة تقدر تتحرك إلى أي مكان وفي أي اتجاه، والدبابة تقدر تطلق قذيفة. إذا القذيفة ضربت في دبابة أخرى راح تنفجر وتخسر. سمير عمل لعبة حرب الدبابات بحيث يلعبها شخص واحد فقط، يتحكم بدبابة واحدة، الدبابة الأخرى برمجها وأعطاها ذكاء اصطناعي Artificial Intelligence. اللعبة كانت مسلية وكان ردود الفعل ممتازة من اللاعبين، بس كان عندهم طلب واحد من سمير، يدعم اللعب المتعدد. سمير فكر في الموضوع، صنف الألعاب لأربع مجموعات. المجموعة الأولى كانت هي ألعاب تلعب بشخص واحد على جهاز واحد، يعني في عندنا نسخة واحدة من اللعبة شغالة في هداك الوقت. المجموعة الثانية من الألعاب كانت ألعاب متعددة لاعبين، لكن تلعبها على جهاز واحد، بمعنى بدل ما يكون عندنا وحدة تحكم واحدة، يكون عندنا وحدتين تحكم أو أكثر، وأكثر من شخص يلعبوا بس في جهاز واحد، بمعنى في عندنا نسخة واحدة من اللعبة تشتغل في هذه اللحظة. وفي هذه المجموعة من الألعاب، التحديات والصعوبات اللي موجودة فيها بسيطة نسبيا مقارنة بالمجموعة الثالثة والرابعة اللي حنتكلم عليها. السبب هو أنه عندنا جهاز واحد وعندنا نسخة واحدة من اللعبة شغالة. اللي بيفرق عن هذه مقارنة بالمجموعة الأولى أنه عندنا أكثر من لاعب تدخل الأوامر تبعته على نفس اللعبة، معناته اللعبة الهدف تبعها أنها تحلل وتقدر تمشي مع الأوامر اللي بيعطيها أكثر من لاعب في نفس الوقت. المجموعة الثالثة من الألعاب هي ألعاب متعددة لاعبين ملعوبة ضمن شبكة محلية، بمعنى آخر عندنا أكثر من جهاز، كل لاعب موجود على جهاز، والأجهزة مربوطة مع بعض ضمن شبكة محلية، يعني مجموعة أجهزة ضمن بيت معين مربوطة عن طريق راوتر، وتتبادل المعلومات بين بعض ضمن نطاق ضيق أو ضمن مسافات قصيرة جداً. في هذا النوع من الألعاب بكل الاتصال بين الأجهزة سريع جدا،
والمعلومات توصل تقريبا لحظيا بين الأجهزة، أو ممكن نعتبرها لحظيا. المجموعة الرابعة من الألعاب وهي المجموعة الصعبة هي عبارة عن ألعاب متعددة اللاعبين بس ملعوبة عن طريق الإنترنت أو أونلاين. في هذه المجموعة عندنا أكثر من جهاز، عندنا أكثر من لاعب مربوطين مع بعض بشبكة عالمية لشبكة الإنترنت. هون في عندنا تحديات أكبر. خلينا نعرف هذه التحديات وحلولها من خلال قصة سمير ولعبته حرب الدبابات. لحسن حظ سمير كان بيستخدم محرك ألعاب أو جيم إنجن اللي كان يغطي له المشاكل المتعلقة ببرمجة الشبكات. كان المفروض تركيز سمير ينصب على اللعبة نفسها وكيف تتعامل مع الشبكات. لهذا السبب سمير ركز على التحديات التالية: Bandwidth، نطاق الترددي، بمعنى إيش هي كمية المعلومات اللي بنقدر نبعتها في خلال وحدة زمنية معينة أو نستقبلها، كمية المعلومات اللي ممكن إنها تنبعت أو تستقبل بين الأجهزة تعتمد على طبيعة الشبكات. كل شيء الحدود، ما في شبكة بتقدر تبعت كمية لا نهائية من المعلومات ضمن وقت محدد، والشبكات المتعلقة بالإنترنت محدودة أكثر بكتير من الشبكات المحلية اللي ممكن تكون في داخل البيوت. مشان هيك لازم نكون حذرين بكمية المعلومات المتاحة لنا نقدر نبعتها. برجوع مرة تانية للعبة سمير حرب الدبابات، كنا تكلمنا عن الدبابة بإمكانها تتحرك في أي اتجاه ولأي مكان. الدبابة أكيد لما تتحكم فيها على جهاز اللاعب راح ننقل المعلومات تبعتها للأجهزة الأخرى. ممكن أنه نبعت الموقع تبع الدبابة اللي هو البوزيشن، كل فريم، كل صورة، كل إطار الرسم، نبعت هذه المعلومة لكل اللاعبين، وبهذه الطريقة أنا أكون بدلت المعلومات اللي بحتاج أن أوصلها للاعبين التانيين. المشكلة الموجودة عندنا في هذا النوع من تبادل المعلومات هي كمية المعلومات اللي نحن نحتاج إنها نبعتها في مدة زمنية اللي هو الباندوث حتكون جدا عالية، لأنه إذا كنا حنبعت كل فريم أو كل إطار فهذه معناها كمية كبيرة. لو غيرنا الفكرة وحاولنا نبعت كل 10 فريمات، لنفرض إنه الدبابة احتاجت مشان تتحرك من هذا الموقع لهذا الموقع عبارة عن 10 فريمات، نبعت الموقع الأولاني اللي أنا كنت موجود فيه والموقع النهائي، وممكن برضو كمان نبعت السرعة للأجهزة الأخرى. الأجهزة الأخرى راح تستلم الموقع الأول الموقع الأخير والسرعة، ومنها ممكن تعمل interpolation أو عملية محاكاة للموقع للحركة كاملة بناء على الثلاث معلومات اللي حكيناهم. وهذه أكيد كمية معلومات أقل بكتير من أنه نبعت كل فريم. ليتنسي، تأخير. المعلومات لما تنبعت عن طريق الإنترنت ما توصل لحظيا للأسف، يعني تأخذ وقت حتى لو كان هذا الوقت قصير. الألعاب اللي بتكون طبيعتها سريعة في اللعب مثل ألعاب الأكشن أو ألعاب القتال، التأخر ما بين إعطاء الأوامر من الطرف اللاعب وظهور النتيجة على الشاشة تبعت اللاعب إذا كان كبير فهو غير مقبول أبدا. وهنا بيجي التحدي تبعنا، كيف ممكن نخلي هذه الألعاب ملعوبة حتى على الشبكات تكون بطيئة أو نقل المعلومات فيها بطيء مثل شبكة الإنترنت. برجوع مرة أخرى للعبة سمير حرب الدبابات، زي ما نحن حكينا في عنا لاعبين بيلعبوا في اللعبة، وأنا عملت نسختين. هذه النسخة الأولى اللي موجودة عند اللاعب الأول، وهذه هي النسخة الثانية اللي موجودة عند اللاعب الثاني. اللاعب الثاني بيتحكم بالدبابة الحمراء، واللاعب الأول بيتحكم بالدبابة الزرقاء. في حالة قرر اللاعب الأول في بداية اللعب أنه يتحرك لتحت،
هات المعلومة حتاخد وقت لعبين ما توصل للاعب التاني. اللاعب التاني قرر أنه يطلق قذيفة على اللاعب الأول. يعني بالنسبة للاعب التاني هو بيعتبر أنه اللاعب الأول خسر وهو فاز، بس بالنسبة للاعب الأول هو ما شاف أي قذيفة أصلا، حتى هو بس نزل لتحت وترك اللاعب الأول اللاعب التاني. طب السؤال اللي بطرح نفسه هون في هذه النقطة، مين هو الصح ومين هو الغلط؟ هل هو اللاعب الأول أحداث اللاعب الأول ولا أحداث اللاعب التاني؟ وكيف ممكن نزامن أو نعمل سينكرونايزيشن بين الحالتين؟ ومن هنا بتيجي عندنا واحد من مجموعة الأفكار اللي بتتعلق بتعويض التأخير أو ما يسمى بـ lag compensation. إذا كانت اللعبة عندها القدرة إنها تعمل إعادة المحاكاة للألعاب بعد وصول المعلومات، يعني نعمل simulation مرة أخرى بس بعد ما توصل المعلومات من طرف اللاعب الثاني، ممكن إنه نحل هذه المشكلة. خلينا نعطي فكرة بالنسبة لهذا الحالة اللي موجودة عندنا هون. حكينا اللاعب الأول نزل لتحت، اللاعب الثاني أطلق قذيفة. إطلاق القذيفة، خلينا نحل المشكلة عند اللاعب الأول. إطلاق القذيفة أخذ وقت لحد ما وصل للاعب الأول هذه المعلومة، فاللعبة بتعرف متى الوقت اللي أطلقت فيها القذيفة بالنسبة للاعب الثاني، ونحن عارفين أكيد أصلاً إنه اللاعب الأول اتحرك على النسخة هذه. اللي بنعمله فعلياً هو نرجع لورا في السيميليشن زي ما كانت، اللاعب الثاني أطلق القذيفة وفي نفس الوقت كان اللاعب الأول اتحرك لتحت والقذيفة مشت. يعني بعد إعادة المحاكاة أو السيميليشن لاحظنا أنه اللاعب الأول فعليا ما انصاب بالقذيفة، ونفس الشيء نقدر نعيدها على النسخة الخاصة باللاعب الثاني. اللاعب الثاني بعد وصول المعلومات أنه اللاعب الأول نزل لتحت، نعيد مرة أخرى السيميليشن أو نعيد المحاكاة، فاللاعب الثاني بطلق الطلقة واللاعب الأول رجع مرة تانية يمشي، اللاعب الثاني بيشوف أنه ما صاب اللاعب الأولاني. بهذه الطريقة بنلاحظ أنه النسختين اتناسقوا مع بعض وصاروا متزامنين. cheating الغش. عملية الغش أو التشيتينج هي عملية احتيالية بتصير من واحد من اللاعبين، بحيث إنه هذا اللاعب يقدر يعطي أو يعمل وهم للاعبين الآخرين إنه عمل أشياء معينة في اللعبة هو ما فعليا عملها داخل اللعبة، بس قدر عن طريق نحن بنسميها الهاكينج، دخل على البرنامج، عرف الطريقة اللي بيشتغل فيها البرنامج أو اللعبة بتشتغل على طريق الشبكات، فقدر يدخل ويغير المعلومات ويبعثها للاعبين التانيين انه صار 1 2 3 4، بس هو فعليا بالنسبة لي ما عمل ولا اشي من هذا الشيء. يعني في داخل اللعبة النسخة تبعته فعليا ما غير اي حاجة، بس بعت للاعبين الاخرين انه عمل 1 2 3 4 لتضمن له مثلا الفوز ولا تضمن له مصلحة معينة. اللاعبين الاخرين بيستقبلوا هذه المعلومات وبيفرطوا انه هو هذا اللاعب فعلا عمل هذه الاشياء، وبتكمل السيميوليشن او المحاكاة للعبة بناء على هذه التفاصيل. في العادة بيستخدموا اللاعبين الغشاشين برامج معينة اللي بتقدر تقرأ المعلومات على الشبكة وتقدر تغير هذه المعلومات بطريقة معينة. فزي ما انا حكيت ما في داعي يغيروا أي شيء في اللعبة نفسها، بيلعبوا باللعبة عادي، بس ممكن أنهم يغيروا المعلومات المنتقلة ما بين جهازهم والأجهزة الأخرى. وطبعا في طرق كتير للغش ما رح أتطرق ليها، بس حبيت أعطي الفكرة العامة للموضوع.
في مجموعة من الحلول، نحكي عن واحدة منهم اللي هي اعتماد معمارية خاصة معينة بالشبكة اللي نحن نسميها Network Architecture. من هذه المعماريات اللي منتشرة هي فكرة نموذج الخادم والعميل أو Server Client Model. في نموذج الخادم والعميل بيكون عندنا موجود جهاز معين محدد بنسميه نحن الخادم أو السيرفر، هدفه إنه يخدم العملاء اللي هم البلايرز أو اللاعبين اللي موجودين عندنا. فكل لاعب هو عبارة عن عميل، ما بيقدر أي عميل يتكلم مع أي عميل آخر. يعني كل الكلام أو كل عمليات النقل المعلومات بتتم ما بين عميل وخادم، والخادم يرجع يتكلم مع العميل، بس ما في عميلين يقدروا يتكلموا مع بعض أبدا. يعني كل المعلومات راح تروح للخادم، والخادم ينشر المعلومات مرة أخرى للعملاء. الخادم بالعادة بيكون بإيد المطور، موجود جهته، يعني ما حدا بيقدر يمسك هذا الجهاز ويلعب فيه أو يغير فيه أو يعمل أي نوع من أنواع الهاكينج. العملاء عندهم نسخة تبعت اللعبة موجودة عندهم اللي ممكن يغيروا فيها أو ممكن يحطوا معلومات معينة على الشبكات اللي هم متصلين فيها، بس كل إشي راح يمر عن طريق الخادم. من هون تيجي فكرة جدا مهمة، الخادم عنده السلطة، يعني هو الأوثوريتي، بمعنى أي خلاف بيصير بين أي عميل وعميل تاني الكلمة الأخيرة بتيجي للخادم. الخادم هو اللي متبع الأحداث تبعت اللعبة، وهو اللي بيقرر إيش النتائج النهائية اللي موجودة عندنا في اللعبة. ومنها الخادم عنده المقدرة، أو المفروض يكون عنده المقدرة، إنه يكتشف كمان الغشاشين. من الأشياء اللي مطلوبة من المطور إنه يعمل طرق أو يبرمج طرق معينة في الخادم اللي تخليه يكشف مين يغش، وإذا مسك هذاك الشخص أو اللاعب اللي يغش في اللعبة يعطيه العقاب المناسب، سواء كان بطرده من اللعبة أو مثلا إرجاع عمليات إرجاع للحركات اللي كانت فيها الغش. برجوع مرة أخرى للعبة سمير حرب الدبابات، نحن حاطين هلا النسخة الأولى تبعت اللاعب الأول اللي بيتحكم بالدبابة الزرقاء، وعندنا النسخة الثانية للاعب الثاني اللي بيتحكم بالدبابة الحمراء، بس موجود عندنا برضو خادم. الخادم راح يكون هو المركز الاتصالات ما بين اللاعب الأول وما بين اللاعب الثاني. اللاعب الأول واللاعب الثاني ما راح يقدروا يحكوا مع بعض مباشرة. فمثلا إذا بدينا في اللاعب الأول وعملنا اللاعب الأول تحرك لتحت، هذه المعلومة في الأول تتجه للخادم. الخادم لما يسمع المعلومة هذه بيتأكد منها فعليا إذا كانت منطقية أو لا، وبعدين بيعمل المحاكاة ليها فبينزلها لتحت. هذه المعلومة بيرد الخادم يبعثها لكل العملاء اللي موجودين، ونحن في الحالة تبعتنا اللاعب الثاني. اللاعب الثاني بيستلم الموضوع من الخادم وبيقرر انه ينزل اللعب لتحت. سمير اعتمد نموذج الخادم العميل للعبته حرب الدبابات، جهز خادم سيرفر وصاروا اللاعبين يدخلوا على السيرفر مشان يقدروا يلعبوا مع بعض. مثل ما تكلمت في أول الفيديو، الموضوع عبارة عن بحر. أنا ما غطيت كل المشاكل المتعلقة بدعم مجموعة من اللاعبين يلعبوا مع بعض في نفس اللعبة عن طريق الإنترنت. في كتير مشاكل، في كتير تحديات، وحاولت أركز على الأساسيات المتعلقة بهذا الموضوع. أتمنى تكون القصة عجبتكم.
والموضوع كان مفيد بالنسبة لكم. شكرا جزيلا على الاستماع. Dad? Yes? Who's this Amir? مرحبا، كيفك بتعمل اليوم؟ الصوت عندك شوي صغيرة، في ضجة ما عم بسمع. ظبط الميكروفون شو؟ أحسن إيه، بس كتير واطي الصوت. إذا عندك ديديكيتد مايكروفون يكون أحسن. بهالوقت رح أطلع على الأسئلة شو في عنا. بعتقد في سؤال كتير مهم نسأل بهالوقت، اللي هو اوكي فيك تجرب تحكي؟ اها هلا احسن؟ ايه مليون مره احسن. اوكي لكن في سؤال كثير انترستنج انسال، يلي هو انه ليه في كومبانيز كبيره شركه تريبل اي مثلا بعدهم هلا عم بلشوا يستعملوا مثلا سكريبتنج لانجويج بسيطه مثل لوا، اما غيرهم عم بيستعملوا سي او سي بلس بلس. بايش بالضبط الاستعمال؟ على حسب يعني بقلب الديفلوبمنت تبع البروجكت، يعني لما يعملوا يطوروا لعبه الجيم بلاي بيكون بيستعملوا لوا او 8 او بيستعملوا سي سي بلس بلس. اوكي انا حجاوب بشكل عام لانه بتعتمد على ايش اللي انت بتبرمجه بالضبط في اللعبه. فبشكل عام الشركات الكبيره والبروجكتس يعني الجيمات الكبيره بيستخدموا السي والسي بلس بلس للبرمجه، حتى في مرات بروحوا للاسمبلي. هذه بتعطي فرصة أكثر مشان نعمل إشي بسموه الأوبتمايزيشن أو التحسين البرفورمانس، اللي هو تكون اللعبة بتشتغل بأسرع ما يمكن على الجهاز المقصود، بحيث مثلاً توصل لـ 60 FPS يعني frames per second يعني إطار بالثانية، أو حتى الـ 120 زي الأجهزة الجديد. طبعاً اللغتين هدول مش هم الوحيدين المستخدمين للبرمجة، طبعا في أماكن كتير واحد بيستخدم فيها أشياء أخرى، يعني مثلا ممكن يكون مبرمج بيستخدم C و C++ بس في نفس الوقت يكون عندك يسموهم technical designers أو واحد ديزاينر مصمم، صاروا المصممين مؤخرا يعني بيدخلوا في عملية التطوير بأنهم بيكتبوا سكريبت. سكريبت بيكون إشي بسيط مش كتير معمول بطريقة مشان يعني يشتغل أسرع ما يمكن على الجهاز، بس في نفس الوقت بيعطي الأريحية للديزاينر أو المصمم أنه يقدر يعمل الإشي اللي بده إياه بدون ما يتكلم مع مبرمج والمبرمج يبرمج له الإشي المطلوب منه. هذه من ناحية. من ناحية تانية برضو كمان في عندنا البرمجة على السيرفر أو الخادم. لما نيجي نبرمج أشياء على الخادم برضو مش بالضرورة نستخدم سي و سي بلس بلس، ممكن نستخدم لغات تانية مثل بايثون. هذا النوع من البرامج برضو بتسهل أكثر الخدمة على السيرفر أو الخادم وبتبسط لنا الأمور، وما بنكون نحن بحاجة للغة تكون فيها يعني تعقيدات ونسميها low level API توصل لها أو low details يعني أشياء توصل للقلب تبع الجهاز، ما في داعي له. نحن بنحتاج أنه نبرمج على مستوى سطحي بما انه البرفورمانس او تشغيل اللعبه ماشي كويس يعني. اوكي لكن هلا عم بطلع على ديسكورد وفي عنا سؤال من محمود ابو الامرين وكمان هاي السؤال اللي انسال هن تكنيكلي سؤالين بس بينجمعوا مع بعض، وتاني واحد من يورنيان. أول شخص كان عم بيسأل إنه عندهم دائما مشكلة إنه بدو يعملوا game multiplayer online بيخافوا إنه ما يكون عندهم لاعبين كافيين، وعم بيسألوا الباتس هو حل هيدا الشيء. وتاني شخص كان عم بيسأل كمان الباتس فيو يبدو اللاعبين شيء كمان لما يكون عندك multiplayer games إنه هو حل شيء لهالمشاكل اللي عم بيطلع فيها. يعني لما نحكي على الباتس أو يعني الرجل الآلي اللي ممكن يلعب في محل شخص معين، بتكون حل لمشكلة نقص عدد اللاعبين الموجودين في اللعبة. مشان تشغل لعبة أونلاين الموضوع أبدا مش سهل. يعني مثلا أنت عملت اللعبة تبعتك الأونلاين وتحطها في السوق، وإذا ما إجا عليها غير شخص واحد مع مين بده يلعب؟ مش منطق. فأنت بحاجة أنك تعوض هدول الناس. فمشان هيك مثلا بتلاقوا ألعاب
قصص نجاح معينة زي مثلا فول جايز، بدأت بأنها كانت ضمن البلاي ستيشن بلس، ومنها وصلت لجمهور كبير، ومنها تحركت اللعبة تلعبها أونلاين بس، ما بتلعبها ما في على حد علمي يعني ما في لعب أوفلاين، فأنت بتلعب مع مجموعة كبيرة من الناس مشان توصل هذه الكمية الكبيرة من الناس، يعني زي الزملاء والسبيكرز اللي تكلموا قبل شوي في المؤتمر. بالنسبة للكوميونيتي مانجمنت يعني لازم يكون عندك كوميونيتي، مجتمع تبعك للاعبين، إذا ما كان عندك هذا المجتمع من قبل كيف بدك تعمل لعبة أونلاين وتروح تحطها في السوق وما يجي يلعبها غير واحد، حتى لو إجا واحد ما لقى ناس يلعب معهم ما بينفع. فالبوتس ممكن تلعب، ممكن تحل مشكلة الموضوع، بس مش بالضرورة الناس يعجبوا بهذا الحل، لأنه الناس نحن عاطفيين يعني بنحب برضو كمان نحكي مع ناس حقيقيين. كثير ناس بتحكي، أنا بحكي على الإنترنت، أنا بحكي مع واحد يمكن مش حقيقي أو إشي زي هيك، فبيفضل هو إنه إذا كان في ناس فعليين يلعبوا، بس إذا ما كانش في ناس يعني وعملت البوتس أكيد. البوتس ممكن برضو كمان تستخدم بطرق تانية، يعني مثلا ممكن يكون يعملوا إشي معين في اللعبة مش بالضرورة يلعبوا مع اللاعبين، بس مثلا ممكن يعبوا لك مساحات فراغات معينة في اللعبة اللي أنت بتحتاجها، ولأنه ناس تانيين مثلا ما بيغطوا لك إياها إلى آخر ما دوم. يعني الموضوع طويل شوي بس ما بدي أدخل بالتفاصيل كتير. أوكي، نحن رح يخلص الوقت للأسئلة، بس في بعد سؤال صغير. فيك تشرح كيف بيعملوا فيزيكس بقلب الانجن ويكونوا كمان بيمشوا اونلاين ومالتي بلاير؟ جيت في صميم صغير الموضوع ما بقدر اجاوب عليه يعني في نص دقيقه، بس الموضوع اصعب بكثير من انه الناس ممكن تتخيل، بس انا راح اعطي جدا لمحه بسيطه. السيميليشن زي ما انا حكيت في البرزنتيشن، المحاكاه اللي بتصير نحن في كمبرمجين للأونلاين أو للعب المتعدد لازم نضمن الأمور متزامنة بين كل الأجهزة. شو يعني متزامنة؟ يعني اللي بتشوفه عندي حتشوفه عندك، حيشوفه عند واحد تاني، نشوف نحن نفس الإشي. الفيزيكس بتعتمد على أشياء كتير، يعني واحدة من مشاكل الأشياء اللي موجودة بالفيزيكس مثلا الاعتماد الأرقام اللي هي بسموها الفلوتينج بوينت أو الأرقام الكسرية أو الأرقام العشرية بالأحرى. الأرقام العشرية البرزنتيشن تبعها أو كيف هي مكتوبة في الكمبيوتر بتختلف من كمبيوتر لكمبيوتر ومن جهاز لجهاز، ومن وهذا مع وجود يعني أنظمة معينة ويعني قواعد معينة مشان تبين هذه الأرقام، بس لسه في عندنا مشاكل في هذا الشيء. ف يعني هذا واحدة بس من أبسط المشاكل اللي ممكن نحكي فيها في الفيزياء، والفيزياء كلها عبارة عن معادلات وأرقام وحسابات كتير، فلازم نضمن هذه الحسابات تكون موجودة متناسبة متناسقة في كل الأجهزة. يعني وكيف الحل؟ عالم تاني ممكن نحكي فيه بعدين، بس راح أحاول أدخل بديسكورد وممكن نحكي مع الشباب definitely. لكن هلا كل الأسئلة اللي ما قدرنا نجيب عليها رح هلا نجيب عليها بديسكورد. في أسئلة كتير حلوة، في أسئلة حتى كيف للتشيت بيصير أونلاين وكيف نوقفه، وهي بعتقد موضوع لحاله كمان. هلا رح نعمله، رح نرجع ناخد الأسئلة بيوتيوب نحطهم بديسكورد. إذا حدا عم بيحضرنا على يوتيوب بس فوتوا على Arabic Games / Discord، روحوا على channel event questions. إذا ما لقيتوا سؤال كنا قلنين رجعوا اسألوه مرة تانية هونيك. أسامة رح يقعد هلا شوي صغيرة ويجاوب على كل الأسئلة تكون. أوكي، شكرا كثير أسامة، ونشوفك. يلا مع السلامة.